يبدو أنه لا تلوح في الأفق أي تسويات في المنطقة، فالواقع يؤشر إلى تحشيد جديد غير واضح المعالم. لكن من المؤكد أن المنطقة باتت ساحة الصراع الدولي الأكبر، ففي لبنان الذي لم يهدأ ما زالت الساحة مفتوحة للتوترات ضمن كل ردود الفعل العربية والدولية، من عين الحلوة إلى الكحالة إلى التصعيد الإعلامي، مشهد يعكس حدة الانقسام اللبناني الذي ينعكس بملفاته على المنطقة ومنها سوريا، من الشمال إلى الشمال الشرقي وشرق الفرات، ساحات لم تهدأ وسط نشاط ملحوظ لداعش في البادية. هل تعيد الولايات المتحدة إنتاجه جغرافياً؟ وكيف يبدو مشهد الشمال في ظل بروز مدينة حلب في خريطة التسوية التركية؟ ما هو موقف دمشق وموسكو؟ وأين تسير الأحداث وفق كل هذه التطورات؟ ملفان أطرحهما في نبض الشرق، وضيفاي في الاستوديو الأستاذ فادي بودية، رئيس تحرير أو شبكة مرايا الدولية. مساء الخير أستاذ فادي. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. ومعي أيضا عبر خدمة سكايب من حلب الدكتور كمال الجفا، الكاتب والمحلل بالشأن السياسي. مساء الخير دكتور. مساء النور وتحية لضيفك الكريم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل أبدأ بطرح الأسئلة على ضيفي. أستاذ فادي، فيما يتعلق بكل التطورات السياسية، التحشيد العسكري الذي نراه في سوريا اليوم، على الأقل قبل الانتخابات التركية كان في حديث أكثر أريحية بين الأطراف كافة، الآن ربما عاد التشنج إلى هذا الملف، كيف تبدو الأمور الآن؟ طبعا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. بداية حري بنا أن نسأل، هل القواعد العسكرية الأمريكية تصنع الحروب أم الحروب هي التي تصنع القواعد العسكرية خارج حدودها؟ عندما نتحدث عن 800 قاعدة عسكرية منتشرة في 75 بلد في العالم، عندما نتحدث عن 6 تريليون دولار تدفعهم الولايات المتحدة الأمريكية إنفاق عسكري على هذه القواعد، علينا أن نسأل من أين يتم تغطية هذه الكلف المالية والاقتصادية؟ من سرقة نفط الشعوب ومنها سوريا، من مصادرة المواد الخام التي يتم سرقتها ونهبها، من العقوبات التي تفرض ومنها نموذج قانون قيصر الذي يفرض على سوريا، والكثير من الأدوات التي تستخدمها أمريكا من أجل سرقة الشعوب ومصادرة قراراتها السياسية والاقتصادية. ما يحصل سيدتي ساد فترة في المنطقة من الهدوء والرخاء والاسترخاء بفعل ما حصل من اتفاق سعودي إيراني، التقارب سعودي سوري، ما حصل في جامعة باجتماع جامعة الدول العربية أو القمة العربية التي حصلت وكان مشهد جيد وجميل. كل هذه التسويات ساد نوع جو إيجابي. الولايات المتحدة الأمريكية استفاقت على مشهد ربما كان يستدعي تكشير الأنياب الذي استخدمته في هذه الآونة، بفعل حماسة عدد كبير من الأنظمة في المنطقة للشراكة مع الصين وروسيا، فما بالك بالعلاقة مع إيران أو مع سوريا. أمريكا تريد أن تبقى يدها العليا في المنطقة في إدارة وضبط هذه الملفات بشكل أقوى. لذلك اليوم عندما نشاهد أنه في كل أسبوع مسؤول أمريكي رفيع المستوى سياسي وعسكري وأمني يزور المملكة العربية السعودية ويتحدث في 3 ملفات فقط لا غير، ملف اليمن حربا أو سلاما فهو في يدي، أي أمريكا، إذا كنتم تريدون
العلاقات بين إيران مع إيران أو مع سوريا فعليكم أن تمر بموافقة أمريكية وفي السقف الأمريكي. ثلاثة، إذا كنتم تريدون استقراراً وأماناً لإقامة مشاريعكم الاستثمارية عليكم التطبيع مع الكيان وبالتالي السابق. وبالتالي عكس ذلك نحن نذهب إلى المشهد الذي تفضلت به في هذه المقدمة، المشهد الذي يعيد إنتاج المجموعات الإرهابية من جديد، تحريك القواعد العسكرية والقلق الأمني الذي تحدثه. فلا نتعجب إذا عادت وسائل الإعلام خلال الأشهر القادمة القليلة تغطي أحداث اليمن، الواقع الميداني في اليمن، أو إطلاق مسيرات يمنية نحو أهداف محددة تعود لتنطلق، لأنه من الواضح أن الملف اليمني ما عاد ماشي بالنسبة للأمريكان، أو ربما تكون من بوابة اليمن أو من شرق الفرات. وعلى ما يبدو الأمور مترابطة مع بعضها. طبعا أنا بدأت من القواعد العسكرية وصلت إلى سوريا أو إلى اليمن، لأنه أقول أن الملفات متشابكة وليس من ملف منفصل عن الآخر. ولكن نشوف هالتشبيك، من هم أطراف الضالعة به ومن يمتلك الأوراق الأقوى للتفاوض إن كان هنالك من تفاوض. دكتور كمال الجفا، الآن نتحدث عن خبر قريب وهو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسب ما نقلت الصحف التركية وضع حلب في خطة طريق لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لتنشطة الاقتصاد من جديد، لتشجيع رؤوس الأموال التركية أن تستثمر في الشمال السوري. وكان في حديث عن أنه في ربما إشارات على أنه في حوار مع موسكو وسوريا بهذا الاتجاه. لا نفهم ما الذي يجري بهذه النقطة بالتحديد. صحيح، ما يجري، تفضل ضيف الكريم وقدم مروحة بالوضع السياسي والميداني، لكن نعود إلى ما تم الإعلان عنه عبر أحد الصحف التركية، موضوع إعادة حلب في ضمن صندوق أو الخطة التركية وبدعم صندوق التعافي حول سوريا اللي أسس في 2013 واللي قدم دعم فقط لمناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا. هذا الصندوق أسسته ثلاث دول، ألمانيا وهولندا والإمارات، اليوم توقفت بعض الدول العربية، بقي تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقدم تقريبا 100 إلى 150 مليون دولار فيما يتعلق بالاستقرار الزراعي والبنية التحتية والخدمات والصحة. كما قلت لك هو مخصص، ممنوع أي مبلغ يأتي إلى مناطق الدولة السورية. هذا مرتبط بما سمي أصدقاء سوريا، عندما يعني تم عقد مؤتمر أصدقاء سوريا، وبالتالي حمل تركيا لا تريد أن تتحمل أي كلف مالية من جراء إعادة المهجرين كما تقول في أراضي. هي تعمل كالتالي، تعمل إلى عملية تقييد وتقليص عدد السوريين المتواجدين في الأراضي التركية وخاصة في المحافظات الكبرى عبر حملة اعتقالات شرسة، يعني بدأت قبل الانتخابات ولا زالت مستمرة ومتصاعدة. وبالتالي يسجل العدد اليومي لعدد من يتم اعتقالهم ضمن برنامج العودة الطوعية، طبعا العودة القسرية هي باعتقال ثم التوقيع بالقوة على أوراق، أنه هذه الأوراق طبعا يقدمها للأمم المتحدة أو لهذا الصندوق أو للدول الأوروبية لكي يقول أن هؤلاء عادوا إلى شمال سوريا، وأنا أريد أن أمنحهم ضمن المخصصات ضمن هذه الرؤية، هذا الصندوق، حيث تم وضع مؤخرا أدوات رقابية ومالية له. وبالتالي خطة أردوغان كالتالي، هو فعلا أشار إلى مدينة حلب أو أشار إلى محافظة حلب، للأمانة لم يشر إلى مدينة حلب، وهي يعرف ماذا حدث لمدينة حلب خلال العام 2016 والمعركة الكبرى والتي حدثت من أجل مدينة حلب. حلب خارج، طب هي محافظة حلب أيضا يعني بالمدينة، ما هو ما في حدود جغرافية دكتور بهذا الاتجاه. هو يقصد عملية، لا أنا صار هذا يعني رغم أنا بدي لك صار في يعني هيك تأثير نفسي سلبي على كل الناس اللي في مدينة حلب، وهناك حالة من التشاؤم. هذا الإعلان أدى إلى، أنت بتعرفي الحالة الإعلامية والنفسية عند الناس عم تترقب كل شيء، هناك انسداد أفق في الخارج سياسي وعسكري،
وانسداد افق مالي في الداخل لنعترف، يعني هو سبب اساسي يعني بمعاناه السوريين. وبالتالي هذه التصريحات تضاعف الضغوط النفسيه على السوريين. عمليه التعافي المبكر والمدن الصناعيه الباب مدينه مارع والباب، هو يقصد عوده اهالي حلب الى هذه المناطق وخاصه الريف عفرين، والذي ترافق مع عمليه يعني تشييد عشرات الآلاف من خلال الأسابيع الماضية من أبناء الغوطة الشرقية، تم نقلهم إلى تركيا وسيتم نقلهم إلى منطقة التنف. يعني أنا ليش بدي أربط لك بهالموضوع؟ قيل لهم أنتم عليكم أن تقوموا بتحرير مناطقكم بقوة السلاح، لأننا وصلنا إلى طريق مسدود. تحت هذا الشعار وهذه الرؤية سيتم نقل عدة آلاف من مقاتلي جيش الإسلام سابقاً إلى منطقة التنف. وضعت لهم خطط عسكرية ميدانية لكي تتوسع منطقة الخمسة وخمسين، ثم يعني يتسلل هؤلاء إلى ريف درعا والسويداء، وبعد ذلك يقومون بالهجوم على الغوطة. هذه هي الخطة ليتم إحلال أبناء مدينة حلب حسب الذي وضعه أردوغان، سيناريو إعادة مليون مهجر وتوطينهم في قرى شمال أو تابعة لمحافظة حلب. أنا عم بقول لك بدقة ما هي الخطة التركية: نقل أبناء دمشق إلى الجنوب، أو يعني إعادة بالقوة وبالاعتقال وبالقوة التعسفية أبناء مدينة حلب، مقابل أن لا يكون هناك بطالة. وبتعرفي أنت عملية احتواء لا تستطيع هذه المنطقة بسبب الكثافة السكانية، وهي الأعلى بالعالم، حوالي 1000 نسمة بالكيلو متر المربع، إلا أن يكون هناك دعم مالي مطلق لهؤلاء وعمليات توطين. ومن هنا جاءت عمليات الوعد بأن هناك سيكون مستقبل وتوطين وإعادة صناعة وتوطين. وبالتالي هو يخاطب الداخل ويخاطب الخارج، الولايات المتحدة الأمريكية بعد التقارب الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، أيضا يخاطب الغرب والدول العربية لكي يكون من يدفع الأموال. طيب سؤال آخر قبل أن أعود لضيفي في الاستوديو. أيضا الروس تحدثوا عن أنه نفس السيناريو الذي تتحدث عنه دكتور قد تم، لكن مع داعش، نقل الدواعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى قاعدة التنف، والاستعداد أيضا لعمليات ربما كان أحدها هو الهجوم على عناصر الجيش العربي السوري. بهذا الاتجاه كيف ممكن أن نفهم الوتيرتين بالآن معا، هذا أولا، وثانيا أين موسكو من كل ذلك؟ هل نحن نتحدث عن وهم قائم بين موسكو وأنقرة؟ لا لا، خليني أبدأ بالشق الأول. الشق الأول بسبب الخطط الأمريكية اللي كلفت فيها بعض الفصائل العربية بالتعاون مع قسد أن تقوم تنفذ عملية إغلاق الحدود السورية العراقية. حقيقة الأمر أن قسد رفضت بشكل مطلق الخراط في هذا المشروع، وبالتالي أصبح يعني هذه النقطة كانت مجال تقارب وفرصة تقارب بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. قالت لها نقوم بعملية تعويم أكثر قدرة قوات قسد لكي يكون باتجاه تخفيف المراكز القيادية وتعويم أكثر للقيادات والمقاتلين العرب. وبالتالي لاحظت خلال الأسابيع الماضية حست عدة صدامات مع جيش أو بما يسمى مجلس دير الزور العسكري ومع مجلس ثوار الرقة بسبب الخطط الأمريكية التي رفضتها قسد. لذلك اليوم قبلت تركيا أن يكون هناك إعادة تعويم للفصائل العربية، وأنت تعرفي من قسم كبير من مكونات قسد أكثر من 80% هم من العرب العربية. وبالتالي عملية الدمج واستقطاب واستيعاب مقاتلي داعش اللي هن اساسا بالاساس اليوم بشكل العمود الفقري من قوات قسد، على حساب السيطره والتحكم وتحديد وتضييق النفوذ لقوات قسد، ووعدوا ان ينفذوا هذا المشروع، مشروع الهجوم على القرى السبع واغلاق معبر البوكمال والميادين. ومن هنا التآلف الجديد أو جيش سوريا الجديد كما يقال، مقاتلي التنف
مع يعني ما الذين تمت نقلهم من سجون داعش، مع العشائر، قادة عدد من العشائر العربية التي ملاحقين بالأساس هم، وانضموا ضمن تسويات لقوات قسد. هؤلاء هم من سينفذون المشروع الأمريكي، وبالتالي لا يمكن إلا الاعتماد على يعني مقاتلين متمرسين في الصحراء وفي العمليات القتالية من داعش، وهم الأكثر يعني اللي راكموا خبرات قتالية خلال السنوات السابقة. لتنفيذ هذا المشروع لابد من تفعيل خلايا داعش، لابد من زيادة حدة الهجمات على الجيش السوري وأشغال الجيش السوري ونشر مزيد من القوات في مساحة ضخمة جدا تتعدى 90,000 كيلومتر. عملية إلهاء الجيش السوري في هذه الجبهات، في هذه البقعة الصحراوية المترامية والصعبة، وخاصة في درجات حرارة تفوق 55%، حاليا هذا 55 درجة. التسعير يخدم المشروع الأمريكي في عملية إضعاف ووهن الجيش السوري والتفرغ إلى داعش، وهم يتفرعون إلى الهجوم على قوات الجيش. ومن هنا جاءت عمليات الدعم والتدعيم ونقل أعداد إضافية وقوات حليفة من طيب بسرعة من الحرس فضلك، الصبي أو الجيش. الموضوع الروسي، الغطاء، في غطاء الموضوع روسي الروسي، بهذا ليس هناك وهن حالي بالعلاقات السورية الروسية التركية، لكن أعتقد تركيا دائما يعني تمشي باتجاه آخر معاكس لما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي، ثم بعد ذلك يعني تعود تلقائيا. يعني أعتقد القمة القادمة خلال الأيام العشرة القادمة ستضع حد لكل هذه السقوف والطموحات التركية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لها، هي تعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح لها بشن إعادة شن الهجوم واحتلال الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا على كامل الشروط، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح لها بتنفيذ هذه الخطة. طيب راح أعتمد على ما قلت في بعض النقاط، أعود إلى ضيفي أستاذ فادي بودية فيما يتعلق بالردود الفعل. اليوم عم نشوف بيان للمقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية الجزيرة السورية، البيان كان لافت أنه سنعتمد على نجاحات المقاومة اللبنانية بهذا الاتجاه، وما قبل هذه العملية أي قصف عدد من المواقع لقوات الاحتلال الأمريكي ليس كما قبله. اليوم هل الجغرافيا تساعد؟ هل الوضع الديموغرافي يساعد؟ هل البيئة أيضا هنالك تساعد على تجاوز كل هذا الواقع الذي أصبح أمرا يعيشه سكان المنطقة الآن؟ طبعا كما بدأت حديثي أن هذا الغضب الأمريكي أو التكشيرة الأمريكية لابد أن يتم ترجمتها على الواقع الميداني والعسكري. ما يحصل من محاولات لإقفال أو ضرب الحدود السورية العراقية هو جزء من هذا المخطط. اليوم ما الذي يحصل؟ هناك غرفة عمليات موجودة في أربيل، هي كردية أمريكية إسرائيلية وأحدى الدول العربية، لن أفصح عنها، هي موجودة ومنخرطة ضمن هذه الغرفة العمليات، وبالتالي هناك محاولات يعني كبيرة. يعني ليش لن تفصح عنها؟ ما كل شيء بات واضح. يعني على كل حال دولة خليجية، طبعا دولة خليجية. طيب على كل حال خلينا بدون تسميات، يعني حتى ما نحرج حدا، لكن بالأخير كل شيء واضح أمام الناس. هذه المحاولات الأمريكية، لأنه كله بيشتغل ضمن الغطاء الأمريكي، هذه القاعدة الأمريكية تحاول إقفال هذه الحدود ليتسنى لها محاصرة سوريا ولبنان. ما الذي يجب أن يفهم عند المشاهد؟ أي عزل لسوريا هو عزل للبنان، وأي عزل للبنان هو عزل لسوريا، أي انفراج للبنان هو انفراج لسوريا، والعكس صحيح. ما يحصل في لبنان هو يتطابق مع ما يحصل في سوريا، والعكس صحيح. المخططات ترسم وكأنهما بلد واحد، وكأنهما مصير واحد. لذلك هناك قرار واحد يحمل هدفا واحدا من القوى التي تعادي أمريكا. بدأت حضرتك على الموضوع الروسي، نعم روسيا منخرطة في هذا المشروع التصدي لما تريده أمريكا من إقفال الحدود السورية العراقية. العراقيين، الحشد الشعبي العراقي، القوات السورية، قوات الجيش العربي السوري، الإيرانيين، حزب الله، كل من يتواجد في هذه المنطقة قادر على حماية هذه المعابر، لأنها فتحت بالدم وستحفظ بالدم، هي لم تفتح بالدبلوماسية ولم تفتح مكرمة من الأمريكان ولا من القوات، من الفصائل الإرهابية، بل فتحت بالدم وبالقوة وستحمى بذلك.
اليوم هناك مخطط لإعادة إحياء هذه المجموعات الإرهابية وإن كانت بأسماء مختلفة وإن كانت بمسميات وصور مختلفة. في الداخل العراقي بدأوا، وفي سوريا سيعملون على ذلك، وفي لبنان بدأت تنشط إعادة تنشيط هذا الموضوع، وقد رأينا جزءا منه ما حصل في مخيم عين الحلوة. وأيضا هناك الكثير من الفصائل والخلايا التي ما زالت نائمة. طيب إذن المشهد الأمريكي ما الذي يريده؟ كلما تصل أمريكا إلى الاستخدام الأمني أو الاستخدام العسكري، إلى التكشير للقواعد العسكرية الموجودة خارج حدودها، يعني أننا وصلت إلى مكان إفلاس سياسي ودبلوماسي. كيف يا أستاذ فادي؟ ما هي موجودة القواعد العسكرية؟ هي موجودة. اثنين، لما عم نشوف أنه في لبنان أيضا اليوم، لبنان ساحة توترات واضحة. صحيح. مفتوحة على كافة السيناريوهات والاتجاهات. اليوم بسوريا الجنوب في علامة استفهام، الشمال وأيضا الشمال الشرقي وفي بعض من الشمال الغربي. إذن بالتالي فتح عدة جبهات. كيف ممكن لبلدان ولمقاومة لم تخرج بعد من الحرب أن تغلق كافة هذه الجبهات التي فتحت وربما تفتح وسط المؤشرات الأولية التي نراها؟ شوف، موضوع العسكري الجبهات متعددة لأن قوى المقاومة متعددة. لم تعد المقاومة حزب الله وحدها في الميدان المقاومة. اليوم الفلسطيني، اليوم العراقي، اليمني، اليوم هناك الكثير من عناصر الفصائل المقاومة التي جاهزة أن تكون وفق قاعدة وحدة الساحات التي تمتد من اليمن إلى فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى كل الدول التي تعاني من الاحتلال الأمريكي المباشر. ما قيل عن العشائر العربية هو جزء من هذه المنظومة التي يمكن أن تقتدي بالمقاومة. ماذا لدى شعوبنا غير المقاومة؟ ماذا لدى شعوبنا من قدرة على مواجهة المشروع الأمريكي إلا بالمقاومة؟ السؤال، هل المقاومة أثبتت جدواها؟ نعم، أثبتت جدواها بدليل هذا لبنان نموذج. هل تحرر بالدبلوماسية؟ هل تحرر بقوة اقتصاده مثلا؟ هل تحرر بنظامه السياسي المتماسك؟ أبدا، لم يتحرر لبنان إلا بالمقاومة. هذه سوريا، هل تحرر بوقفة الدول العربية إلى جانبها مثلا؟ هل تحرر؟ لا، تحررت بسبب فضل هذه المقاومة، المقاومة من الجيش العربي السوري وحلفائه وأصدقائه، تحررت من فعل المقاومة أتحدث عنه. إذن المقاومة هي الطريق للتحرير، وما ستراه القواعد الأمريكية في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق. صحيح هذه القواعد هي أمريكية، لكن أين موجودة؟ هي موجودة على أراضي عربية وغير عربية، وبالتالي على الدول التي تستضيف هذه القواعد أن تعي تماماً أنه في حال اندلاع أي حرب، إذا تقرر قصف هذه القواعد ستقصف على أراضيها، وبالتالي عليها أن تتخذ قراراً واضحاً باستضافة مثل هذه القواعد، وأن ينبعث منها ما ينبعث على هذه الإشعاعات من حروب أمريكية. عندما أرى اليوم مثلاً في روسيا أو الصين، من تحارب أمريكا؟ تحارب روسيا والصين. كيف تحاربهم؟ تطوقهم بالقواعد العسكرية. عندما تطوق أمريكا الصين من البحر الهادئ إلى البحر الهندي، 120 قاعدة عسكرية في اليابان، 73 قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية، في كوريا الجنوبية، بأوروبا الغربية أكثر من 13 قاعدة عسكرية، بأوروبا الغربية أكثر من 9 قواعد عسكرية. كم ماشي؟ طيب ماذا لدى روسيا والصين أن تفعل إلا أن تقاوم هذا الاعتداء الأمريكي السافر؟ ما يحصل في أوكرانيا، ما تقوم به الصين من انفتاح على الدول العربية، هو بلا شك يزعج الطرف الأمريكي، لأننا بدون سقف أمريكي بدأنا. بعد التقرير بدي أتحدث عن هذه المنطقة التي باتت ساحة للصراع. أي أدوات يمتلكها القائمون وصناع القرار في هذه المنطقة؟ من الواضح أن تحركات المقاومة الشعبية باتت تزداد بشكل مستمر ضد من يقف بوجه سوريا بشكل عام وبوجه قوات الاحتلال بشكل خاص. المقاومة الشعبية تذهب في منحى أكثر جدية، فقدرات المقاومة لم تعد كما كانت في بداية الحرب على سوريا، بل تطورت قدراتها من الناحيتين العسكرية والميدانية، وهذا ما ترجمته من خلال هجماتها المتتالية التي راجت عبر وسائل الإعلام ببيان صادر نسب إلى المقاومة الشعبية بأن المقاومة هي من استهدف القوات الأمريكية المتمركزة شرقي الفرات، المنطقة التي تضم أحد أهم القواعد الأمريكية غير الشرعية في سوريا. حسب المحللين،
إن استهداف المواقع العسكرية الأمريكية مختلفة هذه المرة، فالضربات أصبحت توجه إلى أهداف عسكرية حساسة لا يمكن اكتشافها أو تحديد مواقعها بسهولة، كما أنها باتت تتوعد باستمرار وتوسيع بنك الأهداف العسكرية وضرب أكثر المواقع الأمريكية حساسية. من جهة أخرى، ما تعمل عليه المقاومة الشعبية حاليا هو ضمن الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وشرحت المادة 2 من هذا الميثاق إطار علاقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم استخدام القوة لتهديد استقلال الأراضي والسيادة الوطنية للدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ما يؤكد أن ما تقوم به أمريكا يستحق مقاومة على المستوى العالمي. بالمقابل، كثرت التصريحات مؤخرا بأن المقاومة الحقيقية ضد الاحتلال الأمريكي تحتاج اليوم إلى بيئة شعبية حاضنة، وفي المنطقة الشرقية تتمثل هذه البيئة من قبل القبائل العربية المنتشرة في المحافظات 3 الحسكة ودير الزور والرقة. بالتالي، ومن العملية الأخيرة التي أعلنتها المقاومة الشعبية، بات من الواضح بأن سوريا توصل رسائلها السياسية في خطوة لتأكيد على انتقالها إلى مرحلة جديدة. فما هو مستقبل المنطقة؟ لعل الأيام القادمة كفيلة بإيضاح ذلك. عدة مؤشرات تحدث بها خبراء ومراقبون للوضع السوري واللبناني أن شيئا ما يحضر للمنطقة، منها ما جرى في مخيم عين الحلوة وحادث الكحالة والتطورات التي تجري على الأرض، وفق ما وصفه مراقبون بأنه الأخطر والأكثر خطورة من تحرك أمريكي أيضا على الأمن الوطني السوري. أخذ رأي الدكتور كمال الجفا من حلب على الربط بين الملفين السوري واللبناني وفق المؤشرات الأولية التي باتت واضحة بأن شيئا ما يحضر، كيف يبدو المشهد يا دكتور؟ تسمحي لي بنص دقيقة كمل نقطة قالها الضيف الكريم. تعرفي تبرير وجود الولايات المتحدة الأمريكية وجود قواتها بسوريا هو تحت ما يسمى عملية العزم الصعب، العزم الصلب لملاحقة داعش، صحيح؟ حقيقة الأمر النص الذي قدم حديثا إلى الكونغرس حول استمرار وجود الولايات المتحدة الأمريكية، رح أقول لك يا حرفيا قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بانتشار العسكري في سوريا رغم قلة مواقعها مقارنة مع بقية الفاعلين، لكنها تعتمد على القواعد العسكرية كما تفضل الضيف الكريم وليس النقاط الصغيرة، وبالتالي وجود العسكري نوعي وليس كمي، يركز على منطقة تحقق أهداف استراتيجية مثل تصوري مراقبة النشاط الإيراني بين سوريا والعراق، ضمان المشاركة في تطبيق حصار اقتصادي على النظام السوري عبر حرمانه من استخراج النفط وبيعه، والسماح فقط بإمداده بكميات بالحد الأدنى لضمان توفير احتياجات السكان الأساسية في بعض مناطقه. يعني الكذبة الكبيرة اللي نحن عم يكذبوا فيها على العالم وحتى الآن عم نلاقي بصعوبة بتبرير مواقفنا أنه ما عم بتحارب على الإطلاق داعش، هي داعم أساسي لاستمرار وجود داعش في المنطقة. وبالتالي اليوم ما يحضر من مشاريع للمنطقة، ربط الضيف الكريم بعدة، الحرب بأوكرانيا قطع طريق، يعني ما يحدث في سوريا هناك تقرير استراتيجي أن تعرف في طريق الحرير سيمر حتما وعيد، يعني أعادة الدولة الصينية قرارها بأن يمر طريق الحرير عبر سوريا، قطع الطريق الدولي، تحويل الطريق وفصل سوريا عن حدودها، هو يقطع شريان أساسي من طريق الحرير بين سوريا والعراق عبر تدمر وحلب ودمشق والوصول للمرافق السورية، هناك خط بحري وخط قطارين سريعات، هذه الخطة اللي موجودة، وبالتالي الدفع باتجاه تقطيع أوصال المنطقة. ما يحدث في أفريقيا أيضا، يعني المعارك المتنقلة 60 مليار دولار استثمارات صينية في أفريقيا، وبتعرفي قديش بوكو حرام شغلوها بعدة مناطق، في كل منطقة فيها استثمارات للصين كان يصير عليها هجمات، وبالتالي طيب. دكتور بس لحتى أبقى بهالنقطة، محلل استراتيجي على أحدى القنوات الأمريكية منذ سنتين يتحدث عن أن أخطر شيء في الحالة السورية واللبنانية هو أن يستمر طريق لبنان سوريا صحيح. العراق إيران مفتوح، وبالتالي صحيح. اليوم الخطر الأكبر هو أن يستمر
الذي نراه الآن في لبنان كيف يمكن أن نربطه بما يتم من تحركات من مؤشرات على أن التوترات هي سيد الموقف في المرحلة القادمة؟ صحيح. إشغال لكي ما عين الحلوة إشغال ضربات متلاحقة إسرائيلية على ما يدعون أنها أهداف لحزب الله، إشغال الجيش السوري بهجمات متلاحقة ودامية لداعش، ضرب البيئة الداخلية وتجديد الحصار وانهيار الروح المعنوية للسوريين من خلال تجديد حالة الفقر والبؤس وارتفاع معدلات البطالة، أيضا المناوشات بين الجيش السوري وبعض في بعض المناطق العسكرية، والانتظار وإعادة قراءة دراسة عقلانية للموقف. هل قال الضيف الكريم هو صح أنه سوريا ليست لوحدها، هناك قرار لن يسمح بأن يتم إغلاق معبر البوكمال أو خط الشريان بين سوريا والعراق ولبنان، وبالتالي اليوم هناك خطة بديلة اليوم بدأت تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، عدم الدخول في صدام مباشر على الأراضي السورية مع سوريا وحلفائها، وبالتالي يعني اتخاذ قرار بإغلاق الطريق من الأنبار، من منطقة الأنبار، وبالتالي بدأت القوات الأمريكية أو اللواء المجوقة الأمريكي يتمركز في منطقة الأنبار. إذن هم ليس لديهم خطة للدخول في صراع لأنهم سيخسرون هذه المعركة. حتى الفصائل اليوم صلون 3 أشهر عم يشتغلوا عليها غير قادرة، لم تتعدى 3000 مقاتل ونحن لدينا ربما مئات الآلاف، وبالتالي يعمدون إلى إغلاق هذا الطريق من خلال إقامة نقاط عسكرية ونقاط تفتيش وقطع الطريق الدولي في منطقة الأنبار. وربما هنا يأتي دور الحكومة العراقية ومجلس النواب والحشد الشعبي، لأن يعني ستقول الولايات المتحدة الأمريكية، بتنا نسمع بعض التصريحات من بعض، يعني خليني لك قبل قليل سمعت تصريح لمقتدى الصدر أن وجود القوات الأمريكية في العراق شرعي، وهي قدمت إلى العراق بدعوة من الحكومة العراقية. يعني هو أول تصريح لتبرير هذا العمل، وبالتالي سيكون هناك ربما مشكلة أو إحراج لدى سوريا أو حلفائها في ضرب القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، وهنا يأتي دور المقاومة الشعبية والحشد الشعبي في العراق. طيب خليني أربط أيضا بالملف اللبناني دكتور، على الرغم من أنه بيان حزب الله أستاذ فادي قال بأنه حادثة الكحالة كان هناك فتنة وانتهت وتم تحويطها، لكن المؤشرات تقول أنه الموضوع أبعد من ذلك بكثير. شفنا الاحتقان الواضح في الشارع اللبناني، وشفنا الانقسام الشاقولي الكبير بين اللبنانيين. اليوم إلى أي حد ممكن أن نتحدث على أن هذا الموضوع سيتطور إلى أماكن أخرى بالعامل اللبناني والفلسطيني أيضا؟ شوفي، بالمبدأ المقاومة في لبنان هي شرعية، لأنه هي بالفطرة الطبيعية لإنسان، يعني أي إنسان يحمل كرامة وعزة بيقول أنا مقاوم ضد الأخطار التي تهدد لبنان، إسرائيل أو داعش أو غيره أو كذا، وهي مشرعة لأنه بنصوص بيانية وزارية يستطيع هذه المقاومة أن تقوم بكل الأعمال التي تقوم بها على مستوى العتاد، على مستوى التكتيك، على غيرها، بوفق نصوص قانونية، وتقوم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني. ما حصل هو تسعير لدى القوى السياسية بالخطابات الطائفية المناطقية البغيضة والسب والشتم بالمقاومة وبيئة المقاومة وعقيدة المقاومة. وصلوا إلى مكان كرهوا الشمس لأنه لونها أصفر، كرهوا الشجرة لأنه لونها أصفر، وأسئلة حول الجيش عظيم. الآن ما حصل هو كمين، كان واضح هذا الكمين لأنه حضرتك ممكن تعرفي كل يوم تقلب شحنة على الكحالة، هذه أول مرة يتم التعامل مع هذه الشاحنة بالتحديد بهذه الطريقة. يعني لما منشوف في سيارات بتنزل منا شباب لابسين جعب ودروع وبنادق حربية، هذا مش صدفة، هذا أكيد في شيء واضح أنه يراد الاستهداف منه. استشهد شاب مولج بحماية هذه الشاحنة فرد على سقوط شاب آخر. ما الذي حصل؟ بدأ الاستثمار السياسي، هذا الاستثمار السياسي من قبل بعض القوى المسيحية المتطرفة، منهم الذي يتلهف إلى إعادة حمل السلاح كالكتائب اللبنانية مع أنه صار السلاح أتقل منه شوي، ومنهم من متلهف إلى إعادة ساحات الدم والإجرام كالقوات اللبنانية. الجيش اللبناني لعب دورا كبيرا في وأد الفتنة،
ولعب دورا مهما في وأد الفتنة وضبط الوضع، وحزب الله كان ولا زال وسيبقى يحرص على العلاقة مع المسيحيين الوطنيين الشرفاء أو وأد الفتنة، ولا يريد دخول في أي سجلات مناطقية أو تقسيم أو فدرلة أو إلى ما هنالك. لكن يبقى عندما نتحدث عن مثل هذه العتاد للمقاومة الذي طبعا أخذه الجيش اللبناني، هو بعهدة الجيش اللبناني وفي أيدي أمينة، هو في عهدة الجيش اللبناني وفي أيدي أمينة. لكن المشكلة في الضغوط التي تمارس على الجيش اللبناني، الضغوط الأمريكية التي تمارس على الجيش اللبناني بمنع تسليمها إلى المقاومة، إضافة إلى القوى المسيحية المتطرفة التي أيضا تمارس ضغوطا على قيادة الجيش اللبناني لعدم تسليمها، وبين قوسين مصادرتها، وهذه سابقة لم تحصل في لبنان. بس هني كمان بيتخوفوا أستاذ فادي من أنه هالأمور تجر عدوان إسرائيلي على لبنان جديد. هذا التخوف عندما هذا التخوف بدي شاطرك في نفس الرأي. هذا التخوف الذي حصل في لبنان من تعامل بعض القوى السياسية في لبنان مع شاحنة تابعة للمقاومة حمت لبنان مسيحيين ومسلمين، هذا يعني خدمة لمن؟ هذا خدمة للمشروع الإسرائيلي الأمريكي في لبنان علنا وبكل صراحة. كل من يطالب بنزع سلاح المقاومة يقف إلى جانب إسرائيل في هذه المطالبة. من الذي يخدم من؟ يعني عندما ينزع سلاح المقاومة من يخدم؟ لصالح من ينزع سلاح المقاومة؟ عندما تضعف هذه المقاومة لصالح من؟ يتخوفون من الخطاب الطائفي البغيض. حزب الله الذي حمى الكنائس والأديرة، الذي حمى الرهبان والراهبات، حزب الله الذي حمى البيئة أتباع السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء في ربلي وفي كثير من المناطق. طيب. في ربلي وفي كثير من المناطق. أيضا عندما حرر لبنان بالعام 2000 حررها للمسلمين والمسيحيين. عندما انتصر في 2006 ونحن اليوم في خطاب لسماحة الأمين العام يتحدث فيه، هل فرق؟ هل قال هذا الانتصار للشيعة أو قال للمسلمين دون المسيحيين؟ أهداه لكل اللبنانيين وقال نحن قدرنا أن نكون محكومين بالعيش المشترك. ما يخافوا، حزب الله حريص على وأد الفتنة لأن الفتنة تخدم الصهاينة. ومن حمى ويحمي أتباع السيد المسيح والسيدة مريم العذراء هم أحفاد محمد وعلي بن أبي طالب، سيبقون يحمون أتباع السيد المسيح. أنا بدي أسأل سؤال أخير بهذا الاتجاه. اليوم اللبنانيون يحتفلون بهذه الذكرى بغض النظر عن الانقسام. اللبنانيون المقاومون. عم قلك بغض النظر عن الانقسام الواضح جراء الذي جرى. البعض يقول أنه كانت خسارة ونكسة، والبعض يقول أنه انتصار. لكن بعد مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، اليوم نحن نفس الزخم تجاه هذه المقاومة، وأعني البيئة الحاضنة لبنانياً أو على الأقل الناس يلي كانت مؤيدة إيجابية عن بعد. نفس الزخم. من نظر ولنزل هذا الموضوع. من نظر أن حزب الله كان ارتكب حماقة في 2006 وسبب خسارة للبنان، هو نفسه اليوم كان يريد أن تدخل داعش إلى لبنان، وكان يريد أن تسقط سوريا، وكان يريد أن ينهد هذا البنيان على رؤوسنا خدمة للمشروع الذي أرادته أمريكا وإسرائيل في المنطقة. ومن وقف إلى جانب المقاومة كائنا من كان ومن أي طائفة ومن أي منطقة، وقف واحتفل بانتصار هذه المقاومة، هو نفسه من بارك وحمى وأجاد وأشاد بوقوف حزب الله إلى جانب الدولة السورية لحماية لبنان، لحماية لبنان، وحمى لبنان كما حمى سوريا من هذه المشاريع الإرهابية. طيب. عندما نسمع بعض المسؤولين اللبنانيين يرفضون إذلالا وخضوعا أن يصنفوا جبهة النصرة إرهابية، ماذا نقول؟ عندما نرى بعض القوى السياسية وعلى رأسهم القوات اللبنانية كانت تقدم عروضا سخية للجماعات الإرهابية في بلدة القاعة المحاذية للحدود السورية، ماذا نقول؟ هذا هو المشروع المنقسم في لبنان. خليني شكرا. خليني بس كلمة سريعة للدكتور كمال الجفافي. كل ما سمعت، أين يذهب المشهد في المنطقة؟ ما الذي ينتظره السوريون؟ اليوم كانت كل الأخبار من كافة الاتجاهات أوقفت كثيرا عدد كبير من السوريين، أنه ما الذي يمكن أن يجري؟ هل هو الجمود السياسي أم ممكن أن يكون أكبر من ذلك؟ ما هو تحليلك وفق التطورات ختاما؟
بتعرفي انا كثير هيك دائما قريب من الشارع، وجع الشارع حقيقة الأمر تعرفي وين وجع السوريين، مرتبط بما يحدث، عندهم أمل بانفراجات خارجية. خلال الأيام الماضية كانت النظرة سوداوية بشكل كبير، في ظل تراجع دورنا الإعلامي. أنا بركز على موضوع الإعلام السوري، في ضوء صعود سريع ومتسارع للإعلام المعادي، وحتى قسم كبير من شعبنا تحول لمتابعة وملاحقة بسبب عدم وضوح مواقف رسمية سورية، أو ربما نحن مقصرون جميعا الإعلاميون لكي نضع أبناء شعبنا في أخبار مريحة لهم. اليوم بعد ما شفتي أنه تم طرد سوريا من اللجنة الخماسية وكذا، خبر كتير حلو أنه السيد وزير الخارجية راح يشارك باجتماعات اللجنة. يا دكتور بترجع وبتزت الكرة عند الإعلام، ما أنت بدك معلومة بهذا الاتجاه دكتور. أنا موقف رسمي بهذا الاتجاه. لكن احنا انا ما عب ما عب انا عم بقول لك انا نحن بنتحمل حتى ما نحمل صاحبي القرار، هي مسؤوليه عامه، بس دائما هناك صمت. هذا الصمت المطبق عم يموت شعبنا، عم يذبحهم، عم يخلوا معنوياتهم بالارض. يعني دائما نحن يلا نص دقيقه من فضلك. طيب، وبالتالي انا اعتقد وعدم وجود اي خليني اقول خلافات جوهريه او حاده. نعم دكتور. طيب شكرا جزيلا دكتور كمال الجفا، الكاتب والمحلل بالشأن السياسي من حلب، شكرا جزيلا لك. كنت تتحدث عن أنه تريد معلومة أو على الأقل ألا يكون هنالك صمت رسمي في كثير من المواقف، لأنه هذا وجع الشارع السوري. بشكر الأستاذ فادي بودية رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية، شكرا جزيلا لوجودك بالاستوديو. مشاهدينا الكرام نختم بهذا التقرير، وهذه تحية مني وفريق العمل، السلام عليكم.